كبيرة خالص في السبب. كنا نتذكر صار حريق في مركز النقاء لعزل مصابي كورونا في الناصرية في محافظة ذيقار. طبعا هذا كانت كارثة في وقتها، أن مستشفى احترقت وبها مجموعة من المحجورين بسبب وباء كورونا، راح ضحيته أكثر من 41 شخص، وتم إصابة العشرات طبعا بحروق. أصدر مجلس الوزراء في وقتها قرار يقضي باحتساب هذول الضحايا شهداء، لكن احنا اليوم بدنا نتحدث بعد سنة على هذا الحادث، لم يكن هنالك اي حقوق لعوائل هؤلاء الشهداء، وحتى عوائل الضحايا اليوم دا يطالبون بالكشف عن نتائج التحقيق، يريدون يفهمون شنو اللي صار، يريدون يعرفون جثث عوائلهم واهاليهم اللي كانت بالمستشفى وين صارت، لليوم ما مستلمين شيء من جثثهم. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناتكم الموقرة. مرت الحادثة علينا سنة كاملة وإحنا لحد الآن لا نتائج تحقيق ولا احتسبوهم شهداء مثل ما الحكومة قررت إنهم هم شهداء، ونطالب بالتحقيق للقضاء اللي موجود عندنا الظاهر يعني سنة كاملة. القضاء كل شيء ما متحرك على الدعوة مالتنا، واحنا حطينا محامي من يمنا واحنا جاي نمشي بالدعوه، والدعوه مسيسه ومنيمين عليها ابد، ما لا الجنايات مشت بيها ولا التقرير واللي اجى من بغداد ولا المقصرين انهم موجودين حاليا بالسجن. المقصرين كلهم تكفلوا باول يوم واكو بيهم ما حضروا للمحكمه، فنطالب بالتحقيق واجراء اللازم. نطالب صارنا سنة كاملة حاليا عوائل الشهداء كل شيء ماكو، لا نتائج تحقيق لا طلعين مقصرين، يعني سنة كاملة قلتولنا خلال اسبوع كامل تظهر نتائج تحقيق، خلال اسبوع كامل هذا محاسبه المقصرين ونطلعهم ماهر، ليش لحد الان كل شيء ماكو؟ صار لنا سنه كامله ما محصلين حقوق، لا نطلع نتائج تحقيق، لا محاسبه المقصرين، لا حاسبيننا شهداء. يعني معقوله مستشفى كامله ايش كبرها حاطينها عباره عن كارتون ايش وقت ما يدون يحرقوننا، يعني كارتون اطفائيه ما بيها، مستشفى اطفائيه ما بيها، حرقونا يعني بليله ظلمه. يعني انا امي خمسة ايام يلا لقيتها فحم، والله بس فحم لقيت امه، خمسة ايام لقيت امه فحم. ليه شنو السبب؟ شنو مسويين؟ حاطينها بهاي المستشفى عم تحرقونا لو تطيبونا، يعني انا اجي اتعالج لو اجي اموت. ليش؟ يعني لحد الان صار لكم سنه كامله شو ما مسوين، لا نتائج تحقيق. محاسبه المقصرين تقولون هذا السبب مثلا المقصرين او فعل فاعل، قولوا لنا ابوي هيك وهيك السالفه. بعد مثلا الشهداء ما حاسبين الشهداء. خلي يحسبونا شهداء. طبعا احنا اليوم جاي نحضر السنه الكامله مرور على فاجعه مستشفى النقاء في محافظه ذيقار. وقوفنا اليوم للمطالبه بكشف التحقيقات اللي امر بها رئيس الوزراء وكشف اللجان، واين وصلت اللجان ومن المتسبب لهذه الفاجعه. ولحد الان عوائل الشهداء تريد تعرف جثث عوائلها، تريد تعرف المسبب، تريد تعرف منو اللي كان السبب في هذه الجريمه. ولذلك نحن هنا تواجدنا، الغاية من عدة تواجدنا هو لكشف ملابسات الجريمة اللي حدثت بالناصرية وكشف الإجراءات التحقيقية اللي أمر بها رئيس الوزراء كاظم مصطفى الكاظمي. أريد واحد بالبرلماني يكون ينهض غيرته، بس هي الغيرة راحت والله، وإحنا شنو أضعاف يعني يضحكون علينا ضحك عذقون، بس كافية والله ضحك عذقون، إحنا هم أخوتهم
وعوائلنا راحت. بس اذا يرضى على ود البرلماني المسؤول بالبرلمان خليه يرضاها. هذا واحد من الورود الراحت كرار. هاي الصوره واحد من اعضائنا كرار حاتم فنور، يعني يرضاها البرلمان هسه واحد من اعضائه.